صباح النور أعزائي المشاهدين، وما أجمل الصباح لما يفتح شبابيكو نور الحب والإيمان. مين فينا ما عنده هم بوعيك اليوم بكير؟ يمكن هم مريض، يمكن هم مريض عم يتوجع قدام عيوننا وما قادرين نمسح عنه الوجع، أو هم ولد من ولادنا سرقته منا قساوة الغربة، يمكن هم حبيب بعيد ناطرين منه كلمة صباح الخير وبعدها ما وصلت، هم ديون عم نفكر كيف نوفيها بظل هالأزمة المعيشية الصعبة، أو هم عم نفكر كيف نلبي حاجات ولادنا من دون ما نخليهم يحسوا بضيقتنا. مين فينا ما حامل هم الوطن؟ وحدة كلمة يا رب قادرة تمسح عن جفوننا الهم والقلق. يسعد صباحكم أعزائي المشاهدين بكل النور والإيمان. صباح الخير زميلتي منال. صباح الخير لك ناريمان، صباح الخير لجميع المشاهدين. يعني مثل ما قلتي ما في إنسان ما عنده هم، وبيبقى نقول للهم أنه عندك كمان الله كبير وبيشيل الهموم عنا جميعا. أكيد. سلامة قلبك ناريمان، اليوم جاية هيك تعبانة وعندك أوجاع، سلامتك. منيح اللي قادرة يعني أحكي اليوم. بدنا نذكر المشاهدين أنه كمان بيقدروا يتابعونا مباشرة عبر الفيسبوك. نعم 100%. وهلأ رح نكون مع تأمل ميلادي. قالت سارة لوالدها: قرأت لنا من متى الإنجيلي ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. ما معنى كلمة بكر؟ البكر هو الولد الأول وقد يكون الوحيد، والرب يسوع المسيح هو الابن الوحيد لمريم لأن حبلت به من الروح القدس. هيدي الآية لا تعني بتاتا أن مريم لها أولاد غير يسوع، بل هي تأكيد مستمر أنها لم تنجب غيره. وتابع الأب: الزواج بالكنيسة سر مقدس والأولاد عطية من الله، ولكن مريم وهبت ذاتها بالكلية نفسا وجسدا ولم تعرف رجلا، وخطوبتها من يوسف هي لحفظ بطوليتها حسب عادات ذلك الزمن. ابتسمت سارة وقالت: كم أحب مريم، فهي أحبت الله وأطاعته وهي مثالنا في كل شيء. كنا مع التأمل الميلادي وهلأ بنكون مع حالة الطقس. مثل ما شفنا مشاهدينا نهار الأحد بلشت العواصف، وشفنا يعني تساقط للأمطار غزيرة. خلينا نشوف فيديوز عن حالة امبارح. هيدي الأمطار اللي كانت على الساحل، هون عم تشوف فيديو من منطقة سن الفيل. دايما كل الفيديوز والصور عم ناخدهم من صفحة الأب إليخ نايسر. هون عم نشوف كمان تساقط للثلوج بمنطقة كفر دبيان. البيستات يعني هلأ جاهزين وعم يتجهزوا وناطرين كل رواد الثلج ومحبي رياضة التزلج. شباب فوق وناطرين عم بيصوروا، ناطرين التلجات هيك بفارغ الصبر، وطل علينا هيك التلج واللباس الأبيض. رائع جدا المشهد. حننتقل كمان هون للمشهد من قرنة السودة. هيدا المشهد من قرنة السودة، هيدي أول تلج السنة بقرنة السودة. عم تشوف المناظر وبيقولوا لنا إنه التلج كان واصل لل 15 سنتي، يعني مناظر ناطرينا كلنا سوا. وحتى في كتير لبنانية بيعيشوا بالخارج إن كان بمناطق الخليج محل ما في عندهم تلج، بينتروا موسم التزلج وبينتروا عطلة الميلاد. فحمد الله بعطلة الميلاد هيدي السنة رح يكون في الله راد موسم للتزلج، ناطرينه كلنا سوا. مثل ما قلنا انه تأثير المنخفض الجوي على لبنان بلش من صباح يوم الأحد واشتدت فعاليته مفروض صباح التنين. رح تكون الأمطار غزيرة على طول الخط الساحلي والجبال الغربية مع اشتداد بسرعة الرياح يلي رح تلامس 40 كيلومتر بالساعة بعض الأحيان، ورح تتساقط الثلوج
الثلوج على الجبال يلي بتعلو 2000 متر ليدنى مستوى الهطولات الثلجية مساء الأحد إلى ما يقارب بين 1700 و 1800 متر. بمنتصف الأسبوع المقبل من رح يلي هالاضطرابات أمطار غزيرة وثلوج على الجبال من علو 1600 متر وما فوق. عم نشوف صور أخذهم صديق الصفحة توني عبيد للرعد، مناظر رائعة جدا، يعني كل شيء بيكون لوحة فنية، حتى الرعد حلو. نقدر نصوره بأجمل صورة. الحرارة على الساحل رح تتراوح من 17 درجة نهارا وتتدنى ل 13 درجة ليلا، على الجبال على علو 1200 متر من 9 نهارا لتتدنى ل 3 درجات ليلا، بالبقاع من 11 درجة نهارا لل 4 درجات ليلا، أما على الجبال فوق ال 2000 متر من 2 نهارا للناقص 5 ليلا. يعني حضروا حط بيتكم الكبار، اكيد محضرينهم اوريدي، بلشت الشتوية فعلا officially. و أنا ما بحب الشتوية، ما ما بتحب الشتوية أبدا ولا التزلج. ولا شيء ابدا بالشتاء؟ ما بقى هيك مش مع العمر ما بلشت هيك شوية تحبي؟ انا ما كنت حبه ابدا لانه للشتاء. أنا كتير بعشق الصيف وبحب كتير البحر انا والسباحة. مثلي كمان، بس هلا السنه بلشت هيك انا حالي انه لازم احب لانه مجبوره فيها للشتويه، فبلشت هيك الاقي شيء حبه فيها للشتاء، مثلا منظر الغيوم، أحلى شيء تحطي كتاب قدامك وتقعدي حد الشميني، الدفاية شفتي يعني حلو الشتاء وتقعدي تقري. لانه ما راح فيك تقعدي حد الدفايه بالصيف. سو كلا عزتها. وهلا راح نكون معك ناريمان مع فقره اضواء. أقامت إدارة مسرح اسطنبول وجمعية تيرو للفنون الدورة الثانية لمهرجان لبنان المسرح الدولي تيرو الفن الدولي من 7 ل 10 كانون الأول تحت شعار الفن من أجل التغيير. وهالدورة كانت على المسرح الوطني اللبناني بمدينة سور. قدم المهرجان عروض مسرحية وسينمائية وموسيقية من مختلف الدول بهدف إثراء التبادل الثقافي والفني. حصل فيلم بيروت المحطة الأخيرة للمخرج اللبناني إيلي كمال على جائزة أفضل فيلم غير روائي ضمن مسابقة آفاق، وكان خلال حفل ختام الدورة ال41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. بالوقت اللي عم يشهد فيه لبنان من مدة انتفاضة شعبية واسعة أثرت نسبيا على الحياة الثقافية فيه، ارتأت لجنة مهرجان بيروت ترنم الإبقاء على مواعيد المقررة سابقا على أنه يحمل عنوان بيروت ترنم للوطن، إيمانا منا أنه الثقافة مش بس ترفيه بل مكون أساسي وضروري للارتقاء بالمجتمع نحو التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. آملوا أنه تحافظ على الفسحة الثقافية السنوية المجانية على مكانتها، ورح يستمر المهرجان لغاية 22 كانون الأول. أكثر من 50 فنان وفنانة بيستقبلهم جاليري جانين ريبز تحت عنوان 17 تشرين الأول 2019، دعما منهم لزخم الشباب اللبناني والتحرك التاريخي اللي عم يشهده وطننا. والمعرض ضم نخبة من الفنانين المخضرمين ومن فنانين الجيل الجديد اللي بعدهم بأول تجربتهم. بنتمنى منال إنه هالأزمة اللي عم نمرق فيها ما تقضي على الحياة الثقافية عنا، يعني ويضل في نشاطات، لأنه فعلا مثل ما هلأ ذكرت إنه الحياة الثقافية هي اللي بترتقي بالمجتمع. صحيح 100% ناريمان. هلا يعني بإذن الله المثقفين كلهم يعني مستحيل يتركوا لبنان، فبإذن الله لا إن شاء الله بضل كل شيء ماشي مثل ما هو، ويعني من تقدم لتقدم، لأنه نحن ما عندنا أبدا لحالة حرب ولا في شيء، بالعكس يعني ما عندنا يمكن إلا نحن اللي عم نمرق فيه منال أصعب بكتير من الحروب، أصعب يعني على أهل البلد، يعني مش على الناس اللي برا، لأنه الحرب الموجودة هلأ هي حرب اقتصادية فبيتأثر فيها أهل البلد، فمطلوب دعم هلأ من كل المحبين، يعني إذا بدك دعم لو إنه بهالنشاطات الثقافية، أكيد بحاجة دعم لتوعية كتير بوجودهم، كبيرة لأنه كل شيء ماشي بالبلد بس الشعب هو يلي متأثر ومنه قادر يكمل لحاله. فبنتأمل هيك
يهطلوا علينا السواح يجوا كل المحبين، يعني لأنه لبنان بأحلى حالاته ما عدا اقتصاديا وماديا هالشعب متأذي جدا. نتمنى. نعم، وهلأ مشاهدينا رح نكون مع المتفرقات. للأسف توفى الشاب هيثم رمضان يلي أطلق صرخة من ساحة إيليا لمساعدته، وكان هو بحاجة لعملية زراعة الكبد. يعني شفنا هذا الشاب بصرخته، وشفنا أهله وزوجته وبنته كيف كانوا عم يطلقوا صرخة، واليوم سمعنا بخبر وفاته لأنه ما قدر يحصل على العلاج. مبادرة إنسانية راقية للشاب إبراهيم الأشقر ابن بلدة سور يلي عم بيروح على لصيد السمك كل يوم، وعم بيوزع غلة السمك على الفقراء. يعني مش بعيد عن أهل سور هالكرم وكرم الضيافة وهالأخلاق العالية. أطلقت الفنانة التشكيلية فاطمة سامي حملة We Care and Share، ونذكر انه الفنانه التشكيليه فاطمه هي عندها اكاديميه للرسم ببلده سور، وهي تونسيه الاصل. هون الرمزيه الرائعه انه عم نشوف انه في ناس عن جد بهمها مصلحه البلد. فاطمه حبت انه هي من بعد ما سمعنا خبر انتحار عدد كبير من الشباب يلي هن عم يعني عندهم أزمة فقر وجوع، أطلقت هالحملة لإمحاء الفقر، ولحتى نحن كلنا نقدر نساعد بعض بأي مساعدة كانت. The Methodist Children's Hospital بتكساس عندها مبادرة كتير مهضومة بعيد الميلاد، إنه بيرسلوا الأطفال يلي خلقانين بهيدي الفترة بكلسات العيد. يعني أهضم من هيك مشهد ما في. وهون لرمزية عيد الميلاد والهدية الأثمن يلي ممكن أي عائلة تحصل عليها بهيدي العيد. نقول أكيد الله ما يحرم حدا من طفل ببيته. الأجونيست كوفي شوب يلي فتحت بالزلقة ويلي إلها تقريبا سنة فاتحة، جمعة تجي الأسبوع القادم ب 15 ديسمبر رح تعمل حفل افتتاح فرع تاني لإلها بفيردا. ورائع جدا هالمبادرة يلي هي بتوظف الأجونست، هي بتوظف ذوي الاحتياجات الخاصة يلي بيكون ما عندهم وظيفة، هن فاتحين كافي شوب بيشتغلوا فيها كلهم سوا، وبيتقاضوا أكيد أجور مش بشكل مجاني أبدا. فهيك كتير حلو انه هالمبادرة الناس حبتها لدرجة انه اضطر وسيم صاحب الفكرة انه هو يفتح فرع تاني بغير منطقة بلبنان بفردا. الف مبروك. لمناسبة اليوبيل الفضي 25 لتنظيم حفلات لمناسبة الأعياد المباركة، بتشرف جمعية جاد وتجمع الشباب الخيري لدعوتكم لحضور حفل توزيع هدايا وتياب وحلويات حلويات العيد. المكان بميتم حريصة أول بتحة، الزمان الأربعاء 11 ديسمبر الساعة 6:30 مساء، ويلي الحفل برنامج موسيقي. من بعد هذا الخبر رح نحكي عن مبادرة الإمارات. بنخجل كتير بتعرفينا ريمان نقول انه يعني كيف عم هالبلدين العربية كيف بمدولنا ايد العون بوقت يلي فيها عن جد اموال بالبيت ولكن بالبلد ولكن منهوبة. فللأسف انه ما عم نشوف ابدا مبادرات هيك انسانية من اغنياء البلد ولكن من اثرياء البلد احرى. الإمارات اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، حكومتنا مستعدة لمد العون لشعب لبنان الشقيق وللوقوف مع الشعب اللبناني، وبلادنا مستعدة لفتح جسر بحري لتزويد اللبنانيين بكل حاجاتهم الغذائية الدوائية وبالمواد الأولية اللازمة للصناعات. يعني شكرا لدولة الإمارات ولكل شخص بيمد يد العون. نحن ما بنحب نكون بهيدا الموقف انه كأنه نحن عم نشحد بوقت انه عن جد في أموال بالبلد
ولكن هي منهوبة للأسف. قصة طويلة يا منال. على كل حال يعني إذا بيساعدونا حكام البلدين، إذا هن عندهم الباور وقادرين يساعدونا لحتى نقدر نحن نحاكم ونسترجع الأموال المنهوبة، بركي بيكون أحسن هيدي بعيدة ما تصرفوا بعتقد. من جيوبكم. يساعدونا بشي طريقة تانية، ما بعرف لمين ما نمد يد العون، مش عارفة. ناريمان ولا هالشباب عم تعرف يعني صراحة كيف مدي رح يد العون للرئيس ميشيل عون. كيف رح تقدر نقدر نقوم بعد يعني من بعد هالأزمة اللي مارقين فيها. بالمقابل عم نشوف، بنقول مبروك لسانا مارا، وهي أصغر وزيرة بتاريخ فنلندا. تم انتخابها يوم أمس الأحد 8 كانون الأول 2019. أما هلأ رح نسمع صرخة من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يلي هن تم يعني ما تركين هالمؤسسات لمصيرها ومش معروف شو بده يصير فيها بلا دعم مادي. خلينا نسمع هالصرخة سوا. أنا جيت اليوم من هالصرخ الوطني تحط صرختي وصرختنا بقلب بتركنا اللي هو دايما حامل صوت الحق. جيت قول أنا موجوع وعلى آخر نفس، جيت وقف وقف حدا تعبان حدا مرهق، وللأسف مش أول مرة بنضطر نوقف هالوقت. صار لي 6 سنين عم بش عند حقي، عم بشحد نفس لمؤسسة حضنتني وخلت نفسها من نفسي، مؤسسة حملت معي التعب، حملت معي الوجع، حملت معي المعاناة بطريق أبدا ما كان هين. تتقلي أنا كرمالك مفقودة، أنا لحياتك بناطي. اليوم أنا شاب مثل 12 ألف شاب وصبية مع أهلهم، عيونهم عم تدمع، ايه عيونهم عم تدمع، مش من وراء اعاقتهم، لا من وراء دولتهم. هالاشخاص يلي هني عن جد موجوعين، موجوعين تيقولوا عبالنا نقول ونصرخ انه اذا مؤسساتنا بتموت نحن منموت، اذا مؤسساتنا بتسكر نحن حياتنا بتخلص. على قد الوجع كبير وهالقد المعاناة كبيرة. أي يا دولتي، أنا مش عم بحكيكي تحدي، عم بحكيكي تقلك وبصوت عالي إنه هالقد نحن موجوعين. بكل دول العالم الإنسان خط أحمر، ليش بدولتي أنا الموضوع مختلف؟ ليش كل شيء قبل الإنسان؟ المؤسسة اللي تعودت تمسح لي دمعتي ودمعة أهلي اليوم هي عم تبكي، المؤسسة اللي تعودت تخفف لي وجعي اليوم هي موجوعة، مؤسسة اللي تعودت تطمني على مستقبلي اليوم هي بتبني على مستقبلنا. ليش يا دولتي ليش؟ ليش كل مرة بقول إنك استلمت الرسالة كل شيء رح يكون تمام بطلع غلطان؟ ليش دايما لازم أفسر لك وأرجع أفسر لك وأرجع أفسر لك عن أهمية حياتي بالوقت اللي أنت لازم تكوني فيه سهرانة حياتك؟ ليش المؤسسة الوحيدة يلي اهتمت فيي بدها توصل لهون؟ بعرف أسئلتي صعبة ما إلها جواب، بس قولي أكيدة إنه وضعي أصعب، مشان هيك أنا اليوم هون. وأنا مش عم بحكي بس كرمالي، عم بحكي كرمالك يا دولتي، لأنه عار عليكي إنه الإنسان فيك يكون بالخطر، عن جد عار. عم بحكي كرمال مجتمعي يلي أنا بشتغل عليه ليل نهار تحافظ فيها انسانيته، انسانيه اللي اذا خسرها بيكون خسر كل شيء. يا دولتي ما تخلينا نموت، لانه اذا متنا بتموتي معنا مش الدوله، كرمال الانسان. ايه اذا متنا دولتنا بتموت معنا، لانه الدوله كرمال الانسان. اذا راح الانسان لمين؟ دولة كرمال الإنسان، إذا راح الإنسان لمين بتبقى الدولة؟ فعلا صرخة كبيرة ووجع كبير، يعني ما بعرف كيف بعد عم نتغاضى على هالقصص وهالحاجات، كيف متروكين هالجمعيات لمصيرهم. ومثل ما بيقول الشاب، المؤسسة الوحيدة يلي اهتمت فيه
يعني هيدا الإنسان الدولة كلها ما طلعت فيه، في مؤسسة، في جمعية هي الوحيدة يلي اهتمت فيه واهتمت بمصيره ونمته لوصل لهيدا المحل، لوصل لمحل إنه يحكي بهالطلاقة بالرغم من إعاقته، من حاجته، من النقص اللي عنده إياه، وصل لنهار يقدر يصرخ هيدي الصرخة يلي أنا ما بعرف أقولها هي الصرخة، لأنه أكيد مش حاسة بهالوجع، وهيدا تصفصف الكلمات يلي من طالعين من قلبه. ما بعرف كيف نحنا بيقول كمان كرمالك يا دولتي عار عليك، فعلا عار، عار كبير. ما بعرف لمين عم توصل الصرخة، وإذا اللي عم يسمع الصرخة هو الشخص المناسب ولا لا، هون المشكلة. وهلأ رح نكون مع فقرة ويك اب. في فقرة ويك اب لليوم رح نحكي عن كريس سالفاتوري، وهو عارض أزياء عمل مبادرة رائعة جدا مع جارته. خلينا نتعرف هيك بهالصور على كريس سالفاتوري وجارته نورما. كريس كان يلتقى كل يوم بجارته ويصبح عليها وتصبح عليه، ويوم من الأيام اكتشف جارته عمرها 85 سنة وهي مسنة، وعرف انه جارته بحاجة لمساعدة وما بقى فيها تبقى بالبيت لحالها، فمفروض انه هي تروح على مكان مخصص، يعني على دار راحة لحتى يهتموا فيها. وهي عندها بسين اسمه ارمس، عم تشوف اللبسين بالباك جراوند. وبتعرفوا حس سالفاتوري بهيدي اللحظة انه، وهو ابن 30 عام يعني شاب صغير، حس انه كيف بده يترك جارته يمكن تقضي اخر ايامها لوحدها. بيقوم بيعرض على جارته انه تنتقل للعيش معه بشقته لحتى يهتم فيها. وهون اطلع حملة ضمن جو فاند مي على الانستغرام، ودعا الناس لمساعدته لحتى يقدر يهتم بجارته المسنة نورما. وبالفعل الناس اهتموا بهذه المبادرة وشجعوه عليها، وانتقلت نورما وبسينا ارماس للعيش مع سالفاتوري، وتشاركوا هيك باخر ايام حياتها. حتى يعني هي اكيد سالفاتوري ما كان قادر انه هو فيزيكلي يهتم فيها، ومن خلال التبرعات قدر يوظف لها حدا يقدر يهتم فيها كمان بقلب بيته. بيقول انه نورما كانت تعتبره حفيدة، ونورما ما كان عندها ولا أطفال ولا حدا يهتم فيها. وهون سالفاتوري هو لعب هيدا الدور، حتى المناسبات كلها كانت تكون نورما موجودة بالبيت وتحتفل فيهم بهيك بجو دافئ، بدل ما تكون لحالها بدار للراحة. وتوفت نورما بسلام وهي محاطة بناس وبأصدقاء. فيعني على أمل إنه هيك نكون عم نستعمل السوشيال ميديا لننقل عدوى إيجابية لبعضنا، وكلنا نعمل يعني نتمثل فيه لسالفاتوري بهالخطوة الحلوة اللي عملها. يمكن أوقات مش ضروري نهتم بجارنا الغريب، أوقات بيكون عنا قريب بالبيت وبنتركه، أوقات بتستنا، أوقات الأهل، أوقات حدا كتير قريب منا بنتركه لمصيره وما بنهتم فيه، فكيف ما يكون يعني جار. فعلى أمل إنه كل إنسان يعرف إنه نحن رح نكبر ورح يجي هيدا اليوم اللي نكون نحن بحاجة فيه لسبورت من حدا، ونحن بدورنا نحن وبكامل صحتنا نقدر نعمل هيدا العمل مع حدا. إنه أنا بآمن بالمثل اللي بيقول what goes around comes around، كل شيء نحن بنبعته رح يرجع لنا يوم من الأيام. وهلأ رح نكون مع تيبس لدكتور أنطوان شارتوني. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح بحكي عن موضوع وقت بيوقع المشكل بين الاهل والولد، لازم مهم انه الاهل يعرفوا شو سبب المشكل ويكتشفوا وجهة نظر الطفل، يعني يخلوا الطفل يحكي ليش هو عمل هيدا التصرف المعين حتى لو كان تصرف سيء. وبعرف كثير منيح انه التصرف السيء ما عنده تبرير، بس مهم انه نسمع الولد شو بده يعطي افكار وشو بده يفسر. بعض الاحيان مثلا الولد بيضرب خيه،
بدنا نفهم بعض الأحيان، طب ليه ضربت خيك؟ بدنا نسأله ليش ضربت خيك؟ الولد بدنا نشوف شو هي وجهة نظره من الشغلة، لأنه وقت نعرف أو نكتشف وجهة النظر بنكتشف بذات الوقت كمان طريقة تفكيره للولد والمنطق تبعه له. يمكن في سبب معين خلى الولد، وعادة بيكون دائما في سبب بخلي الولد إنه يضرب خيه أو أخته. فهون بدنا نسمع وجهة النظر تبعه له، وعلى أساسها منحلل ومنحاول إنه نتفادى إنه يتكرر المشكل مع الولد مرة تانية، ومنفسر له أهم شيء الولد إنه عدم تكرار المشكل من خلال فهمنا لوجهة نظره. أنا بشكركم وبشكر استماعكم، وبشوفكم إذا الله راد بحلقات جديدة. شكرا دكتور شرطوني على هالنصيحة، ودايما النصايح التمينة هون فعلا دايما مفروض نسمع على الولد وجهة نظره. كتير مهمة الإشارة لهذا الموضوع، لأنه أوقات بخبرنا أشياء نحن بنكون يمكن مش فاهمينها أو مش سمعينها، ولو مثل ما قال دكتور شرطوني بيكون ما معه حق يعمل هذا الأكل اللي هو غلط، ولكن كتير مهم نفهم شو عم بجرب يفسرنا الولد، لأنه يمكن نقدر نستفيد منه لحتى مرة تانية ما ترجع تتكرر نفس العمل. وأكيد لما الولد نسمع له ونحن نحكي معه أكيد ما رح يكرر تصرف الغلط. هلا أوقات بكرر يعني، بس إنه بالإجمال مفروض إنه ما يكرر. بريك مشاهدينا ونرجع من بعده.